الرقة والحياة نفس السلاحين اللي مش فاهم ازاي ما بناخدش من وراهم غير الخبز ومكر الدنيا. انا مش فاهمة حاجة. هتفهم؟ ناوي على ايه يا ابن كمال الديب؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ بتكرهني انا؟ ليه تدفع واحده لا تعرفها ولا تعرفك الثمن؟ ذنبها ايه؟ ذنبها ذنب غيرها، وده قدرها زي ما هيكون قدرك. تشوفي كل ليله اللي هتشوفيه دلوقتي. قدام عينيكي هتدفن هي وغيرها. لا يا مهيب، لا 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 لا. مش عايز حد يخش المقبرة دي غيري أنا وبنات حواء، فاهم؟ فاهم؟ زينب! هو إيه اللي بيحصل جنبك؟ عايز غفرة بيسمعه. افرض المقبرة اتحرقت واستنجدت بحد، إيه؟ أموت محروق عشان تلاشهم؟ لا بعد الشر، هو الموضوع مش بالسهولة دي، بس أنا هحاول أجيب لحضرتك غفر تملية مخصوص عشانك. هو إيه اللي كان بيحصل؟ متشغلش بالك وجهز نفسك تختار لي عروسة تانية. عروسة تانية؟ إزاي جنابك ده؟ أنا لسه يعني نفذ اللي أمرتك بيه! خدامك. عملتها يا زينب. لو انت مكاني يا خليل كنت هتعمل ايه؟ كنت هتعمل كده واكتر. مش بعيد كنت قتلتني وسط الساحة وحرقت جتتي مع اللي اتحرق. مش هعدهالكوا بالسهل، مش هفوتهالكوا. والايام بينا على فكرة يا ريت على الاقل انتوا ما كنتوش مجانين. يعني ايه؟ مش وقته، قوم معايا عشان الضوء عايزك. ده عايز يخرب الشؤون ده. تسأله هو، أنا عبد المأمور. طول عمرك على فكرة. اسأليها شايفاني ولا لا؟ شايفاها؟ شايفاها؟ شايفة مين يا بنت الحلال؟ وبعدين انت مين؟ وجايباني هنا ليه؟
وايه اللي بتعمليه ده فيا اصلا؟ الله يخرب بيتك مرة، واحدة غيرك بعد كل اللي شفتيه ده كان عقلها طار. أجنها ازاي دي يا ربي؟ تعب نفسك يا استمنوها في عركة خسرانة خسرانة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، دي بيقولوها الصبح مش آخر الليل. أبدير فارق، اللعبة اللي انت ومقدر الأرواح بتاعك ده كنتوا عاملينها خلاص فقستها. عرفت، وقال لي انك هتحوشي الباقي لاجل تظهري ولا تتدخلي وقت اللزوم، وده اللي انا جايلك عشانه. واستمنوها هجبرك انك تظهري وتتدخلي مرة ورا التانية لحد ما ترجعي تاني روح هيمة زيك زي غيرك، وهتحتاجيله وقتها. مش هنمشي اتفاقنا القديم، لا روحك هتتاخد وقتي. يلا ابتدي عد الايام يا استمنوها، مفيش اسرع منها. ما بقاش فيه وقت نضيعه يا تنوم، لازم نجنن الناس بسرعة. الله أعلم أباجير مرقت على إيه. يعني إيه يا رايا؟ هتسيبيها بعد اللي عملته في حرسك؟ صباح رباح يا أكرم. يعني إيه صباح رباح؟ أنت مش محمولة ليه يا رايا؟ من إمتى؟ ده أنت على حاجات أهيف من كده كنت بتقومي الكفر ما بتقعدهوش. عشان اللي حصل مش على كيفي، مش طالع مني. انت يا حبيبي لو ادي رأي عشان تنفذ كلام الضوي اللي انا مش فاهمه ايه اللي لمك عليه، بس مش مهم، نفذته وخلصنا. بنت وقفت لك تتحاسب، لكن الدنيا بقى مش هتبوظ لو استنينا لبكره. انت عارف ان سكينه لما ترجع مش هتسكت لنا لو اذينا سندس. اللي قول لي يا اكمل، هو انت مش قلقان على امك الغايبه؟ سكينه ما تقلقش عليها، سكينة يتقلق منها. انت بقى مش قلقانة من الحلم؟ اللي عملته سندس قدامي النهاردة يخليها تقدر تعدي على كل حرس المقبرة لحد ما توصل لراسك، ساعتها بقى ممكن تبقى هي الحلم اللي حلمهولك علاء. لو سكينة ما رجعتش لحد الصبح تاخد أكبر عدد من الحرس وتقبضوا عليها. فين من امبارح؟ انا قلب الدنيا عليك. ايه؟ في ايه؟ موجود؟ في ايه؟ عايز ايه؟ انا رحت لك مطرحك عشان كنت عايز افضفض معاك، ما لقيتكش، قلت استناك ومن الزق حتى اعرف اي حاجه. فقريت اللي انت كاتبه ده. انت عرفت منين ان انا اللي كاتبه؟ وهو انا حاطه على خط ايدك؟ ده غير لو مش انت اللي كاتبه، حاطط الكلام ده عندك ليه؟ تودينيش في ده؟ وانا مش هروح في ده معاك؟ لو تعرف اني عارف انك بتفكر في الكلام ده وما بلغتش رقبتي هتطير معاك، وانا مش مستغني عن عمري علاء، فتصرف انت. وانا عشان خاطر العيش والملح هديك فرصه، يا تبلغ عن نفسك يا تاخد ورقك ده من الكف وتهج. غير كده انا لازم اقول. وشك مخطوف كده ليه؟
هو كان بيقول لك ايه؟ ها طلعت لي منين انت كمان عايزه ايه؟ الارض انشقت وخرجت منها جنيه جنيه هواك ملواها وطلع لك تمسك. هكون طالع لك منين يعني؟ ستنا عايزاك. طب بيقول لها اروح لها اروح لها. لا قالت لي ما سابكش الا وانت معايا. لا اله الا الله لا حول. محمد رسول الله. طب والنبي لو قريت القران كله برضه ما هتعرف تصرفني. يلا فوتي قدام اتفضل. اتفضل. يعني ايه جايبني عياقه؟ انا عايز اعرف انتوا جايبني هنا ليه. بعدين هتعرف. يعني ايه بعدين؟ جبتوني ليه؟ ما هو هتخرس ولا قطع لك لسانك؟ انت خلاص ما عدلكش ديه. بعدين اللي انا بعمله ده في مصلحتك مش احسن ما تفضل مرمي تحت رحمه مهيب؟ شوف بقى ده ممكن يعمل فيك ايه. حطه في الحبس لحد ما احتاجه. هو انت عايزه ليه فعلا يا ضوي؟ عظمه برميها في كفر النسوان يجري عليها اللي اسمه اكمل وانا محتاجه اليوم اللي جاي. طيب في مصيبه ثانيه بقى. خير؟ اللي اسمه مهيب ده طلع مجنون. مجنون بجد مش كلام. ده جنان رسمي. ايه الجنان في اللي انا بقوله بس؟ ده انت لسه امبارح قايل لي بعظمه لسانك انك بقيت بتحلم بكل حاجه بتحصل. انا ما قلتش كده. انت سالتي موضوع الاحلام ده جد ولا ايه؟ قلت لك يعني. في فرق كبير بين يعني وبين ان انت عايزاني احلم بكل اللي هيحصل لقالي كفر. عقلي ايه كل ده يا سوسن؟ انت عايزه تكوشي على الدنيا كلها؟ ما خلاص الناس صدقت ان انت اللي هتعدلي المايل وهتنفذي الخطه اللي حطاها في دماغك. كفايه بقى. ايه لازمتها الاحلام؟ المايل حاجة في علم الغيب لسه ما حصلتش. علشان أعدله لازم أعرفه، وعلشان أعرفه هو لسه في علم الغيب لازم أطلع عليه، وده اللي أحلامك بتعمله. أنا مش أحلم يا سوسن. سيبه سيبه يقتل بنات الناس. بنات الناس على قفا من يشيل. سيبه يعمل اللي بيعمله ده، عشان اللي بيعمله ده هو الحبل اللي بيفتله بنفسه علشان نخنق بيه وقت الحوجة. هتجمعنا امتى؟ انت هتتجمع معانا المرة اللي جاية كمان؟ وايه اللي اتغير عشان ما اتجمعش معاكم؟ يكونش العهد اتمسح منه اسمتي وانا مش عارف؟ على قولك اخر الاسبوع. اشوفك وقتها مولانا. أنا اللي اسمه زينهم ده ما بقاش يريحني. مش قدي. بمزاجك يا علاء، مش غصب عنك. بس لو ما عملتوش بمزاجك هيبقى غصب. ليه؟ هتنيميني عنيا؟ لا، هقول للضوي وهو اللي هيأمرك، واللي كنت هتعملهولي محبة هيبقى غصب. ليه كده يا سوسن؟ علشان أنت مش حاسس بيا، مش حاسس بكل اللي بيحصل حوالينا. مش حاسس انا بعمل ايه عشان احمينا واحمي عيلنا اللي لسه في علم الغيب. بس انا عمري ما هتجوز واحده تخسرني على حاجه يا سوسن. لو على الغصب اروح اتجوز رايه بقى اسمها كبيره كفر برضه، وبعدين كفر نغش كده احسن من كفر الغم اللي احنا فيه. اكلك بسناني ولاني اشوفك مع واحده تانية. وفوق يا علاء، لو هي كبيره فانا اللي هعدل المايل. انا بعمل كل ده عشان اجمع الثلاث كفور تحت رايه كفر واحد. انا وانت اللي هنقعد على كرسي مكبر. يلا يا علاء روح نام واحلم وارجع لي بكل الخبايا اللي شايلها بكره لاهل الكفر. يلا. الكفر نغش قال. ادخل. ايه مالك؟ اديني الامان. مديهولك من اول ما قابلتك. في ايه؟ عايزه امان بزياده شويه. قولي لي في ايه؟ انا مش ناقصه. في حشاش من الحشاشين مش قادر يشوف حلاوتي وجمالي وما يحبنيش، دايب فيا دوب. بس ده مش الموضوع. المهم بقى انك ساعه لما بعتيني عشان استقضى علاء لقيت واقف معاه بيقول له كلام غريب جدا. بصي
انا كتبته لك عشان اقوله لك بالحرف الواحد. وانا مش هروح في داهيه معاك. لو اتعرف اني عارف انك بتفكر في الكلام ده وما بلغتش، رقبتي هتطير معاك. وانا مش مستني عن عمري علاء، فتصرف انت. انا عشان خاطر العيش والملح هديك فرصه، يا تبلغ عن نفسك يا تاخد بعضك وتاخد ورقك ده وتهج من البلد. غير كده انا لازم اقول. طب وايه الكلام اللي كان مكتوب في الورق ده؟ معرفش. وانت ليكي ولع على الحشاش ده؟ ولع يعني مدياله ريق حلو فاشر، لكن لو ولع يعني سيطره فده بس مستني غمزه من رمش الكحيل ده او ده. طب خدي بعضك وروحي اغمزي له وما ترجعيش الا الورق معاكي، او تبقي عارفه لي اللي مكتوب فيه. خدمتك. هو احنا هنسيب كفر النسوان نغش كده كتير؟ نغش؟ قصدي هنسيبه سايب كده كتير؟ ما هو ما ينفعش، يبقى احنا هنا بنقول قال الله وقال الرسول وهناك سايبينه للعوالم. كله بأوان يا سوسن، كله بأوان. زمان أكمل دلوقتي منعهم من الكلام، بدي خطوة، الباقي بعدين ما تستعجليش. المهم جاهزة تعديل الميل؟ الناس واقفين برا طوابير. جاهزة. طب ممكن افهم انا هعمل ايه؟ هتعملي اللي عملتيه معايا واللي كنت بتعمليه وانت لابسه لبس الكبير. هتداوي اللي محتاج يتداوى. ده البعيد ما عندوش دم بقى. بقى في راجل تعدي من قدام واحدة في جمالي وفي حلاوتي وما يعكسهاش إلا لو اوعى تطلع. لاش ولا كان. بس انت ايه اللي خلاكي ترضي عني وتغيري رأيك بين يوم وليلة؟ أصلي قلبتها في دماغي وقلت يا بنت هتلاقي أحسن منه فين. بس خلي بالك أنا بتاعت جواز مش بتاعت مسخرة. وانا مش عايز غير الجواز. اذا كان كده ماشي. طب يلا بقى نتمسخر شويه لحد ما نتجوز. انت هتقعدي هنا؟ اقعد هنا بأمارة ايه وليه؟ هو انتوا اشتريتوني؟ لا أثرناكي. بس أنا ضهري بيوجعني. لما الضوي يقول كلمة ما بيتقالهوش غير حاضر ونعم وبس. بالراحة هي ما تقصدش. المكان هنا براح وفي شلتة، يعني مش هتقرفصي. هو أنتوا عاوزيني أعمل إيه؟ لما أخبط لك هتخرجي إيدك من الفتحة دي. ما تخافوش هكسر لهم رجليهم. ما تستقويش القلب يا سندس، الكترة تغلب الشجاعة. وانت لو ربنا نفخ في صورتك احنا روحنا ولا جينا عوالم، بنرقص ونغني وندق على الضفوف لكن ما بنضربش. يلا يا سندس يلا بينا نهرب ويحلها ألف حلال. شارك. يقلبوا المكان عليهم. هربوا يا ريا. هربوا؟ ما قلبتش عليهم الكفر ليه؟ قلبت لحد الليل ملايل، ما لهمش أثر. ما ينفعش يا أكمل. ما ينفعش بعد ما دخلت الشك جوايا ترجع تقول لي هربت، ما أنا مش هموت. أنا مش هموت. ولو مت أموت الكفر كله معايا وأنت أولهم. دنيا يا دنيا ما كفاية اللي جرى، راجل ومال وهدوم وفي البيت حكمه مرة.
مش كانت قصاد عينك؟ عالمة يا رايا، عالمة مش هتغلب. يبقى هي الحلم، هي سندس اللي هتقتلني. هتقتلني. أكمل، انت هتقفل كل الأبواب ومحدش يدخل أو يخرج من المقبرة غيرك، انت فاهم؟ محدش يدخل أو يخرج غيرك، انت المسؤول قدامي، فاهم؟ هتجيب لي سندس، هتجيب لي سندس حية أو ميتة، فاهم؟ أو تجيب لي روحك قصادها وأقتلك. هقتلك. أنا مش هموت، أنا مش هموت يا أكمل. اقفل كل الأبواب. فين الأبواب كلها؟ محدش يقرب لي ولا أقتله. هاتي كل حد يقرب لي. خير، مالك في ايه؟ انا وانتي ولا حد تالتنا. رايا هتتجنن. رايا شرانيه، رايا شرانيه. العقل لما بيروح الشر بيروح معانا. خلينا نتأكد الأول، احنا لسه محتاجين ياما. ومسح المزغودة دي، خلينا نجننها شوية، خلينا نخلص. والله زي ما بقولك كده، أعوذ بالله، قطع لساني قبل ما اكررها تاني، سامحيني. بس كل الكلام بيقول ان مفيش حاجه اسمها عهد، وان المكتوب ده مزور. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ والله ده ما كلامي، ده كلام اللي كاتبه علاء، وكنت عارفه انك مش هتصدقيني، عشان كده انا جبت لك كل اللي كتبه. هاتي وريني. طب بقولك ايه، روحي خدي اللي بره دي وحطيها في الحبس، وانا هبقى اتصرف. اوامرك. فتحي، الكلام ده ما يطلعش برانا. ما انا قلت لك بره يا ستنا، انا وانتي ولا حد تالتنا. يلا. شكلك ومنظرك ما يدوش خدامه. عشان انا مش خدامه، انا نادر. نادر يعني ايه؟ نادر يعني نادر. انا اتنظرت من وانا في حش امي للي هتعدل المايل. يعني انا؟ نعم يا اختي. انتي مضحوك عليكي، انتي وغيرك. سوسن مش هي بقت العهد. طب اخرسي، اخرسي بدل ما اقطعلك لسانك ده وادلهولك في سنك ليوم القيامه. لو كان حد غيري كان صعب تصدقي، لكن معايا انا كده هتصدقيني. ست البنات اخرجوا كلكم بره، سيبونا لوحدنا. تحت امرك. خير يا سوسن؟ كذب، كل حاجة كذب. يوم ما كانت هتموت أنا اللي شافتها، عشان كان في اتفاق بيني وبين أبوها. ادخلي المضيفة اللي بتشفي فيها العليل، هتلاقي تحت الكرسي صندوق، ده مكاني، وهتعرفي مين فينا اللي بتعدل المال. انت بتهد كل اللي بعمله، بتهد وجودي.
يا ريتك بتهدني انا بس. لا ده انت بتهد كل حاجه، بتهد الفكره من الاساس، بتهد الكفور. مفيش حاجه اسمها عهد يا علاء، مفيش حاجه اسمها عهد. ايوه وانت عارفه واتكلمنا في ده قبل كده، العهد المكتوب ده مش العهد الحقيقي. بس في عهد حقيقي. هو فين؟ انت عمرك شفتيه؟ انا عمري شفته. نعرف مين اصلا اللي كتبه؟ مين اللي قال النبوءه؟ مالك؟ احنا شكلنا مضحوك علينا. مش هخلص يا سوسن، انا زهقت من الحيره، مش هينفع العوالم يبقوا اجدع مني، عارفين هم عايزين ايه من الدنيا وانا تايه حيران ماشي وراكي كده زي الاهبل. مش هينفع، مش هينفع اخلص بعد كده يا سوسن. بس انت كده بتخسرني. بس بكسب نفسي. علاء مبقاش فيها علاء يا سوسن. لو عايزه تكسبيني احنا لسه فيها. اطلعي على الساحه لمي الناس. الناس دلوقتي بتعبدك عباده. قولي لهم الحقيقه. صرحيهم. هيبقوا معاكي برضو بس في الحق. ساعتها مش هنخسر بعض. والضوي. انت دلوقتي اقوى منه. انت بتضحك على نفسك. انت عارف انه بكلمه واحده منه رقبتي هتطير. ولا نسيت انها حصلت قبل كده. انت عارفه المصيبه في ايه؟ ان كل اللي كاتبه علاء مقنع. انا ما بنامش من ساعه ما قريته. هتجنن. حيرة من الجنب ده للجنب ده. يعني ممكن ما يكونش فيها عهد فعلا؟ ولا في بنت تعدل الميل؟ يعني أنا هيبقى عمري راح هدر؟ لا لا، لو اللي فات من عمري ضاع هدر أنا بقى مش مستغنية عن اللي جاي. إحنا لازم نتأكد يا نجار. أنا مش قادر يا سوسن، مش قادر أكمل كده. أنا ما اتخلقش عشان أضحك على الناس، عشان أحكمهم وأتحكم فيهم. بس أنا مش عايزة أحكمهم. بس عايزة تتحكمي فيهم عشان يحمونا منهم. الحق هيحمينا أكتر. أنت ليه محسسني إنك غريب عن الكفور؟ حق إيه اللي بيحمي حد هنا من أول مسمار الدق في أول كفر؟ أن الأوان كل حاجة تتغير. ساعتها فعلا هتبقي أنت اللي عدلتي المال. بس إحنا كده هنفترق. هتمشي في طريقك يعني. يبقى كده مش هنفترق. إحنا كده افترقنا. والحب؟ الحب مش كفاية. الحب لوحده عمره ما كان كفاية. بس انت عارف ان احنا كده هنتحول لعدة. وعارف كمان ان اجمل وش خلقه ربنا ده ورا اسود حجر صوان. فعارف كويس شكل العداوة هيبقى ازاي. انت مش فاهم حاجة. انت غبي. اهرب يا علاء. اهرب. اهرب قبل ما اطلع حبك من قلبي وادوس عليه برجلي واموته. اهرب. عشان بعد ما هعمل كده مش هتقدر تهرب من قدرك اللي هرسمه بايدي. واي حد تلاقوه واقف حواليها يتقتل فورا، وامنعوا الناس تخرج من مطارحها. في ايه؟ بيحاولوا يقلدوا اللي بيحصل في كفر القلعه. وبنتك فين؟
كده؟ يعني ايه؟ وانت ايوه وداخل كده ليه زي الحراميه؟ ما انت تبعهم زي الحراميه. هو مين فينا المحبوس، انا ولا انت؟ لا يا فالح، انا محبوسه هنا عشان ليا عوزه. الدور الباقي على الدول. بقول لك ايه، بلاش طولة لسانك دي، هتيجي معايا قبل ما يكتشفوا اللي حصل، ولا عايز تفضلي هنا محبوسه لاخر العمر؟ هو ايه اللي حصل؟ سرقت العهد. اتسرق ازاي يعني؟ اتسرق يعني اتسرق. هي ليها 100 معنى. والحشاشين كانوا فين؟ كانوا ملهيين في الحريقه بره المكبره، وجواها من امتى بنحرسهم حشاشين؟ ايوه بس دي مصيبه. بس مصيبه بس. عايز تبلغهم ليه؟ علشان في وسط اللي بيحصل ده، فدي أضعف لحظة ممكن نتعرض لها. العهد ما اتحرقش، العهد اتسرق، والخبر كده كده هينتشر، فتبقى جاية مننا أحسن ما الخبر يوصلهم، نلاقيهم فوق دماغنا. ده بغفره ودي بحراسه.